casos, o meu nome é Márcio Quim, Márcio Campos, que é aquele que tem um pobrezinho, quatro, e o F forte e mais. Ó, o ano de novo, que o Márcio Quim, o assunto é o seguinte, é o assunto que tem a roupa, só o poder do Paulo Vaz. غير موجودة بس لم ينقوه مع فيكشن ما هي واحدة من الأول ده؟ إنسان واحد من الموقع
فكر في مسألة البروتوكول. مسألة البروتوكول انت عشان تدرسها محتاج شوية حاجات، محتاج صلاة وقت طبيعية، محتاج دولة، محتاج اكس، محتاج واي، صح ولا لا؟ ماشي؟ حلو. انا عشان اخلص المسألة دي اللي هي باللغة الأصغر بتاعت البروتوكول، ايه اللي انا محتاج اكون عارف عن النقطة دي ومش معايا دلوقتي؟ يبقى احنا المفروض المسألة لما نبدا نفكر في حلها، هل نبدا نخلي نشتغل من اول دي لحد الحيطه، ولا نفكر الاول احنا ازاي نجيب الصوره عند مين؟ عند مين؟ وانس جبت الصوره عند مين؟ تحولت لمسألة ايه؟ مش فاهم. طيب انا عشان اجيب الصوره عند مين؟ اجيب الصوره عند مين؟ ازاي؟ معقوله اللي عندي ان الجسم بدل حرف من عند ايه؟ صوره كام؟ زيرو. لما قلت سبب مين؟ خلاص يبقى المسألة دي هتتقسم لكام جزء؟ اثنين. ها يا شباب؟ اثنين. جزئين. الجزء الأول عن إيه والجزء الثاني عن إيه؟ بي. الجزء الأول أنا حابس الحركة من إيه بي بهدف إيجاد مين؟ في بي. السرعة عن إيه بي. بعد ما أجيب السرعة عن إيه بي حتى أدرس المسألة من إيه بي لحد الحيطة. دي عبارة عن مسألة إيه؟ مش بتاعي. مش بتاعي عليها ما فيهاش مشكلة. صح؟ مشكلتك في المسألة دي لو أنت في امتحان أو لو أنت مذاكر في البيت لوحدك تبقى إيه؟ إن مخك دايماً بيروح يشتغل هنا في المنطقة دي. تمام؟ تيجي تحاول تحل المسألة أنت مش عارف تحل. مشكلتك في الحياة إيه؟ إنك ما عندكش السرعة عند الإيد. كويس تعظيم. كونك إنك أنت عايش في مشكلتك ما عندكش السرعة عند الإيد بقى انت وحاول تجيب السرعة عند الإيد. عن طريق دراسة الحركة اللي في إيه؟ نجمع الإيد. اكتب معايا. يتم دراسة الحركة من A لD بهدف إيجاد. ها يا شباب؟ هدف الحركة من A لD عشان أجيب مين؟ في بي. ها يا جماعة؟ السرعة من مين؟ يبقى يتم دراسة الحركة من A لD بهدف إيجاد مين؟ ها يا شباب؟ السرعة من مين؟ طب إزاي أدرس الحركة من A لD؟ هنا بقى يجي لك شابتر الورك والإنجل. مين اللي شابتر الورك والإنجل اللي هو بيعمل إيه؟ بيشتغل على وضع اعتدالي. من الوضعين دول لا يحسبنا الايه؟ السرعة. عايز تقول القانون ده هيحل ايه؟ هل هطبق القانون ده؟ هو ده القانون الاساسي بتاع الشخص هو هيطبق بس شكله هيتغير سنة صغيرة. هل في تعرف ان شكله هيتغير سنة؟ مفيش سبرينج. الترم الاولاني اللي هطلع الورد من واحد في تيم مالكم زيرو هل ده موجود؟ لا. الترم ده بيظهر امتى؟ يا جماعة لما الاقي عندي قوة حاجات في الشغل لما الاقي عندي مين؟ فريكشن هل في اي حاجه موجوده في الشغل؟ لا. يبقى القانون ده بص الحاجه بشكل ازاي؟ اللي هو طبعا احنا مصر بندرس الحركه منين؟ ناشونال من ايه لمين؟ يبقى حد اقول ايه؟ ان دي ايه؟ بلس دي ايه؟ هتساوي تي بي بلس دي بي. القانون ده هو اللي نفس القانون اللي جاي. بس ازاي شكله اتغير بعد كده؟ ها يا جماعه في شرط بتقول في المحاضرة اللي فاتت ازاي الشكل ده اتغير اتحول الشكل ده؟ ننقل زيرو تبقى زيرو تبقى زيرو تبقى زيرو تبقى زيرو تبقى زيرو تبقى زيرو زيرو في اي مشكلة؟ عايز حد يعمل معايا بسرعة يلا زيرو 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 لما بدأت بسكون خلاص البوتنشال ايه؟ عشان احسب البوتنشال ده يعني ايه؟ ديتا ريفرنس ريفرنس ايوه يبقى الـ G كام H؟ ها؟ طب بص هتساوي طب الحركة عند B اللي هي خلاص M في B مالها سكوير بلس البوتنشال عند B كام المسافة الرأسية؟ ثلاثة يبقى بلس M G في مين؟ ثلاثة. لو المسألة مش مديلك الماس مش عارف تتخطى هتلاقي الماس بتبقى اسمها ايه؟ بتيجي مع بعض فاهم؟ مين المبنية في الصورة الصورة كلها؟ في بي. في بي. يبقى مهم عارف تحصل مين؟ ها؟ في بي. السرعة عن وجود مين؟ في بي. يعني خلي بالك الحاجات ده مش لازم تطلع على رقم ولا لازم تطلع على رقم؟ رقم. لازم تطلع على رقم معلش. خليك ساكت كويس، المسألة أصلا ما طلبتش إنك تحسب السرعة عن مين؟ تمام؟ أنت حسبت السرعة عن مين إشمعنى؟ عشان تعرف تدرس مين؟ ها؟ بوشك تايم. حركة مين؟ بوشك تايم. يبقى الجزء الثاني من المسألة حد أدرس فيها شوية حد أدرس حد مين؟ البروجيكت فايل. البروجيكت فايل. جميع مسائل البروجيكت فايل أو 90% من مسائل البروجيكت فايل أساس اللي أنت بتدرسها أغلبها بتتحل بمعادلة بإيه؟ المصادر. معادلة المصادر اللي فيها رقم مختلف. ها يا شباب؟
يا رب ما حد يقول لي مين معايا يا ريت بقى مش بفكر حاجه طب ولو خصوص مثلا بتشتري ايه نعم نشوفها هتيجي فين هو اي حاجه لو حطيتها في الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه الواي نعم الواي ايه اللي معايا مع الاكس مع الاكس ولا مع الواي مع الاكس مع الاكس الاكس اللي جاي كام 10 10 صح فيه طب الناس اللي هي المفترض ان انا معايا الواي ال 12 الواي مش معايا 10 يعني كل مسار من الخمس مسارات او الخمس احتمالات دول له ايه؟ واي واي مختلف لكن كلهم ليهم نفس الدين الاكس نفس الاكس برافو عليك يبقى ايه كان في كده في الاول؟ كل واي ايه في مالها؟ المجهول اللي انا المفروض ايه؟ لو تحت في نقطة الفي عند بي؟ نعم الفي عند بي؟ ناسف في نقطة الفي بي؟ نعم اللي احنا لا لكنها اللي هي مفروض معانا ايه برافو الاخر عندي الاسلوب بتاعها مش معايا الاسلوب ولا لا تعرف تحسب النقط وبعد كده تعمل الكلام ده ولا لا اهو اربعه بس كده كان كده طب هو في محطه المصفر فشل لما بيقول لي ان هو مين الوار حسبت الوار عايز حد يفيدكم بقى يقول لي الخمس أكبر من 12 12 أقل من 0 نيجاتيف أكبر من 12 أكبر من 12 12 أنا بقول لك بس واحد إن الأكبر هو أكبر من كام؟ من 12 12 صح؟ 9 9 يا جماعة لو كنت 12 مخبرين على 9 ولا مش 12؟ 9 9 صح المفروض المحاور طيب انت اسمها الاكس وواي متحكمه هنا عند نقطه الواي دي يبقى انت فاكر ان الواي بتاعك ولا ايه يبقى الحاله الاولى بيكتب عليها لو هو اكبر من 9 انت حضرتك بتحصل الكره تمر باعلى نقطه في الحائط واي يساوي 9 واي بتساوي 9 لو الواي بتساوي بالملي كان الطبيعي بتاعها 9 الحاله الثالثه انت واي اقل من 9 لو الواي ما بقى اقل من 9 أقل من 9 أقل من 9 يعني لو صفر أوكي؟ لا لو صفر هو لو صفر أيوه ماشي لو صفر أوكي لو صفر ماشي أقل من 9 وصفه كام؟ لا لا لحد 9 أكبر من؟ سالب 3 سالب 3؟ أه سالب 3 تحت ال تحت ال هي الموضوع بتاعي خالص هو أنت هيبقى كام؟ سالب 3 ليه سالب؟ عشان تحت الديتا بتاعي يبقى الولد أكبر من سالب 3 وأقل من إيه؟ ها؟ الحالة الرابعة اللي احنا كنا بنصرف فيها صفحة الحيطة. الواي بتساوي سالب 3. يبقى الواي بتساوي ايه؟ سالب 3. سالب 3. الحالة الخامسة؟ أقل من سالب 3. لأن الواي بتاعتها أقل من سالب 3. بعد ما تجيب الواي هيطلع يا شباب. هذا من دول. هيطلع يا شباب. بعد ما تفتح تعرف ايه؟ حتى تكسب تكسب. تعالوا بص على المقصود التاني هو قال في كتاب صراحة إن الحالة بتحصل من الحالة مين؟ نعم ثلاث سؤال هو هنا الكورة اللي بتتكلم الكورة دي أول اللي كانت سرعة 0.1 تفتكروا لو هي كانت هتخبط في النص هتعلى ولا تنزل؟ تعلى طب لو 0.2 تعلى لو 0.3 كل ما هتزود السرعة كل ما تحط ثلاثة هيعمل ايه ولا ها؟ هيعمل صح ولا لا؟ كده؟ طب انا مش عايز اسألك سؤال لو انا عايز اسألك سؤال هات لي السرعة اللي تعدي بيها السرعة شايفين الزحلية ولا دي؟ هو انا لو جبت سرعة 0.1 لتحت انتوا ردوا عليا قلتوا ان هي مالها؟ هتعمل طب انا لو جبت سرعة 0.1 لفوق ازاي؟ طب المسافه ثلاث مرات ما هي هتنزل تاني فهتاخد السرعه هتنزل هتنزلها تاني هي هتنزل دي خلاص ما بقى على النقطه دي لا برضو ايوه طب عايز تقول ايه؟ ايه الافكار برضه؟
4.1 4.1 برلين يعني مفيش فريكشن مفيش قوة مفيش فبعد 4.1 ايه بتاعته هتكمل ايه لما تشوف كده المفروض ده يعملوا له خطه اللي هو بيقول لك ايه اوجد هو المفروض ده ما هيسال يقول اقل ولا اكبر سرعه علشان الكوره دي بالكاد تحتاج اقل لازم يسال على اقل ولا يسال على اكبر اقل اقل اي واحده اكبر اي واحده اكبر بوينت 1 عليها بوينت 1 عليها لما تاخد سرعه مليون هتعدي ما فيش معنى تنزل على ايه؟ اكبر سرعه لان الكوره دي هيبقى عاملين شباب انت عارف ان الكوره ولا لا؟ طب عندك مثلا حاجه زي بالعكس يتحب بيها الكوره علشان تكتسب من قياده بالعكس يعني يعني الواي بتسعة واي بتسعة يعني انت خمسة خمسة التالتة ولا انا بقول المسألة بتتحل ازاي في واحد ده في جوه مفروضة هي المسألة بتتحل العكس مش فاهم يعني العكس يعني اشوف الاول المسألة شوف المعلومة المرة دي بقت فين والمفروض بقى فين؟ ايه المعلومة المرة دي في المفروض الجديد؟ ان القوة هتمشي على اي مسار ها؟ اثنين صح ولا لا؟ والمجهول بقى فين؟ في هو الصورة عملها عند يوتيوب لأنها مش عارفين صح؟ إيه؟ الإجابة أقل الصورة عليه في الحكاية الحكاية اللي كانت كذا الفقر يتم الرقم الأول حركة الشيطين من أشهر عشرة من فين؟ من أشهر الواية هيسأل معلش مصطفى من بي الى من بي الى اكس واي والف الاكس بتساوي كام 10 الواي بتساوي كام 9 الالفا معايا الالفا كام معايا معايا مثلا دي نقطه هجيبها ايه بعد ما دي نقطه اعملوا ايه اروح اقعد بيها في المعادله اقعد بيها في المعادله مش هتحسب بيها السرعه دي ثانيه حاجه اسمها حتى عمل الفرق أنا عمل سؤال سريع شايفين الحتة دي؟ أنا عانيتني عن علي فوق الحتة دي من عامل فيها شباك هذا المدى يعني انت قاعد تعليق من الشباك تفتكروا لو هي جت كده يبقى ساعتها المطلوب بتاع المسألة يبقى ايه؟ عديها في الشباك الرينج بتاع الصورة وقت اعلى سرعه مدى رينج برافو عليك بقول لك مدى السرعات لكي تمر الكره ايه؟ شباك من شباك لا مواهب لا سؤال جاي شفت الشباك الاولاني ده؟ لا مش يصير قفلناه لو فتحنا غيره عملنا 4.8 اهي فيها شباك تاني. وهقول لك ايه؟ ايه اللي بيتمدى السرعات علشان الكوره تعدي الشباك التاني الشباك التاني الشباك التاني انا مش فاكر التاني كده عندي كوره الشباك التاني لازم تعدي ايه؟ الاولاني يبقى الرينج بتاعي الرينج بتاعي من اعلى سالتني كم مره؟ اثنين هي مره ثلاثه مره واحده مره واحده ثلاثه تعدي ايه؟ ايه؟ شوف اسمع خلاص فهمت لا اسمع هتحل الاول على النقطه دي لما تحل على النقطه دي اللي هي ايه؟ عدة الاول على الحي الكاتب ايه؟ هتقوم حل على النقطه اللي فوق دي عشان تجيب مين؟ ها؟ على السرعه اللي هي الكاتب ايه؟ الحاقد الاول خد بالك كل ده خطه ثانيه مالها ولكنها موجوده مع السنه اللي كانت ايه؟ هوا هوا تحل للمره الثالثه النقطة دي تجيب مين؟ أقل سرعة امتياز الإيه؟ الحائط التاني وتحل مرة النقطة دي عشان تجيب مين؟ ها؟ أعلى سرعة الامتياز الحائط التاني الحائط الإيه؟ التاني التاني أنا سألت عايز أمشي السرعات بتاعتي إيه؟ بالعكس بس المهم رينج السرعات بتاعتها الحاجات دي تراجع يعني ما أعرفش الأرقام كام من 2 لأربعة الحته الثانيه هترفع اكتر او اقل انا برضه ما اعرفش خلينا نفترض اي شيء ان هي طلعت
ونص الأربعة. فين مدى السرعة اللي يشتغل مع خطين؟ 2:30 هي دي نص الأربعة. فهمتوها ولا؟ بجد على خفيف. تقولي مش هنصور؟ انا كان بحكم عليها الحد عن جوه كان محتمل تمرينها بلوكر من البين جميل يا هتمشي وتف هتمشي وتطير يا مصطفى هتمشي ان شاء الله هتمشي بسرعه عاليه بحيث انها تقع ورا هتقل فريكشن هيمشي شوية يعني يمشي لا 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 لا
هم سبرينج ولا نفس الريفرنس؟ بس في ريتنشن؟ لا ما نفس الريفرنس نفس الريفرنس ولا مفيش ريتنشن؟ وبدأ في حركة خطوة أخرى كان في potential أو مفيش potential في حاجة نسبية يعني الريفرنس غلط في مين؟ في potential فأخرى لأ في potential ده أساسا مربوطة عشان شغل الوزن هل يجب يكون حركة مش بيه وزن عمودي عمودي على الخط عمودي على الخط فإيش كده؟ كده؟ شغل potential مين القوة الغير محافظة اللي هتعمل الشغل؟ فريكشن. كم مقدار قوة الفريكشن؟ يا مصطفى. مين وكي؟ فريكشن. كم مين وكي؟ 0.25 برافو عليك. مطلوبة في الام. كم رد الفعل العمود؟ رد الفعل العمود للقوة دي يا باشا. ام جي. كم ام جي؟ كم الام؟ 3. 3. أنا عايز أفهم، أنت إشمعنى هنا سبتوني أكتب من الإنترنت بيسوي إيه؟
عشان ده بلانسر مستوى عدل. ليه؟ مستوى عدل. ده مفضل لان الجسم هو ماشي كده يا جدعان. ايه الفرق اللي اثر عليه؟ اثر عليه الشكل كده من الكيان، بيأثر على الضغط بتاع العمود، بيأثر على الميزانيه. فهنا انا عايز اقول ان الام مساوي ام جي. حد يديني الاساس بتاعي اللي انا قلت فيه الكلام ده. هل في اي حركه في اتجاه الواي؟ لا. الجسم يعتبر ساكن في اتجاه الواي، يعني الجسم مفروض يطلع لي كام؟ زيرو. زيرو. عشان كده عرفت بمنتهى البساطه هو مين؟ ها؟ ان الام مساوي ام جي. الام جي والكلام ده صح وسليم، لان انت بتبقى فاهم السبب. سوى ان ما كانش في حركه في التاني. هنا بقى نعمل نحلل الحركه. ايه؟ نعمل لها ريزوليوشن. نعمل ريزوليوشن للحركه. بس هنا اسهل. طيب. في اتجاه الواي. اول اقتراح في واحد بيقول لك ايه؟ بيقول لك الحزم الدنيا مين؟ قال الكوره ماشيه في كيرف يا جدع. الحركه بتاعتك جايه كده. هل الاتجاه ده في الحركه؟ لا. فواحد بيقول لي بتعمل سيجما الاتجاه ده في صفر. يا عيا لا 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 اللي بيقول لا يقول لي لا ليه؟ عشان في مركبه في الاتجاه ده. ليه مركبه في الاتجاه ده؟ ما الحركه فليكس والواي ده كيرف يا دكتور. حركه فليكس والواي ده كيرف، فهيبقى ليها مركبه في الاتجاه الواي او في الاتجاه ده. هي الكوره بتتحرك هنا ما هي ماشيه. ايوه بتتحرك هنا. على اساس ان المحاضره بتاعت المره اللي فاتت لما كان عندي جسم كان عندي ساعتها ام جي لو تفتكر، وكان ساعتها ام وفلكشن، وقلت ان الام جي ان الام بتساوي ام جي وفاي سي ده محدش فيه اعترض. لا ما ده عادي. ايه الوقت اللي اعترضه؟ ايه؟ فاللحظه دي هي بقى ليها كومبوننت فليكس والواي. هي ماشيه تنجنت في الكوره. تعالى اتفضل. قدره الصح. هنا الان دي حاجه مره ثانيه. حاجه ثانيه مره ان سواء ان جي ايه؟ ارجع ورد الفعل اللي ظهر ليه وازاي وايه التوفيق؟ ورد الفعل اصلا بيظهر ازاي؟ ورد الفعل هو بتظهر من ناحيه الحركه في الاتجاه العمودي على مين؟ على السطح. يعني هي لان المعارضه عن عمودي على السطح. هنا كلمه عمودي على السطح واضحه. هنا كلمه عمودي على السطح ده هو كلمه اللي بيقول هو عمودي على مين؟ صح ولا لا؟ المعادله الوحيده في الدنيا المؤهله للتعامل مع رد الفعل ودائما وابدا صح وعمرها في القضاء هي معادله سيجما فورسز في اتجاه النورمال. مين هو النورمال؟ ريد هو العمود العمودي اللي هو هنا كده هنا هو تاني رد الفعل هو انت او الغرض في ميزه انت عايز دائما وابدا عمودي عمودي يا جماعه عمودي عمودي. فعلشان تجيب رد الفعل ده جوه معادله يبقى المعادله دي لازم يكون جواها مين؟ سيجما اف ان. مفهوم ولا لا؟ طب هي سيجما اف ان المفروض بتساوي ايه؟ من المعلومات العامه سيجما فورس المفروض بتساوي ايه؟ كتله في اكسلريشن تساوي ماس اكسلريشن. يبقى القانون اللي دائما وابدا صح بيقول ان ان ال هتساوي سيجما القانون ده مستحيل يبقى غلط. القانون ده دائما وابدا صح. والقانون ده هو اللي تستخدمه دايما لايجاد رد الفعل. تبدا الناس تعترض، يجي واحد يقول لك ايه؟ طب انت هنا ما استخدمتوش، مين اللي قال؟ انا هنا من نص ما استخدمتوش. اما الاي ان بيساوي سيجما اف ان. طب الاي ان بكام؟ زيرو. الاي ان بزيرو؟ عشان الاكسلريشن زيرو. الاي ان بزيرو. ارجع فكرة قانون الان، الان بيساوي ايه يا شباب؟ الان دي مش فاهم مش على الرؤية صح ولا لا؟ لما تسمع في السكريبت لاين هل الان ليها مر؟ ليها قيمة؟ ليه بسيطة اللي فاتت بكام؟ زيرو. لا ممكن مجازا نقول عليها سيجما كويس بكام؟ زيرو. هنا لما ابقى ماشي في سطح ستريت بس مايل فين اتجاه الان؟ اه
هيعمل زيرو. فعشان كده لما حضرتك المره اللي فاتت قلت برضه ايه سيجما فورس في العضله الصحيحه زيرو وانتوا عدتوها. المره دي بقى الجسم ماشي على مين؟ على كيرف. على كيرف. هرجع لتقييم الاصل. هي الكنسه هنا او الحته اللي انا بحاول امسحها في دماغك واركب لك مكان حاجه جديده اللي هي ايه؟ ان كلمه سيجما فورس بصفر ده هي دي الحاله الخاصه. الحاله العامه اللي دايما صح هي مين؟ سيجما فورس. سيجما اف ام بتساوي مين يا شباب؟ ام اي ام. فاهمين انا الحاله وصلت ايه ولا لا؟ ان سيجما فورس بزيرو دي حاله خاصه. هنا اقدر اعمل ايه؟ هنا اقدر اعمل ايه؟ لكن هنا ها يا شباب الاي ام مش بصفر. ساعتها الاي ام دي لازم مبلغ. فهمتوا المشكله ولا لا؟ طيب احنا عندنا بس السكرين دول عشان هتجيب زي لحساب رد الفعل يتم استخدام معدل ام ان ان تساوي سيجما اف ام وذلك لان رد الفعل دائما وابدا عمودي على مين؟ على الرمز. ولتطبيق معدل اكتبها تاني لو سمحت بس المره دي عايز تكتبها لي بشكل مختلف. عايز تكتب كده يا جماعه لازم تكتب ورايا تكتبها كده ام في سكوير بتاع رو هتساوي مين؟ سيجما اف ام. ولا تطبيق هزيد المعدل ولا تطبيق المعدل اكتبها عايز تكتبها بالمواصفات ده يعني الايجاب ها لازم تجيب مين اولا؟ المح بعينك كده بسرعه وبسرعه عاليه. هي الرو. الماس فيها مشكله؟ لا ما هجيبها. الرو فيها ازمه؟ ما هجيبها. في. الفي. هي دي. في بي. الفي. ايه؟ الفي تنس. الفي بي. الفي بي على طول في. ما انت عارف كده النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها مين؟ رد الفعل. هي بعد زاوية كام؟ 10. يا شباب؟ 10. 10 حلو. وما تسيب ما يفعلها تحكم ازاي؟ سيجما فين عشان تتحسب محتاج رسم مين؟ ها؟ ريبر ديجرام. ماشي. كتبت ايه ولا ايجاد رد الفعل يجب استخدام المعادله دي؟ كملي احنا بنتكلم عن ده. يجب ايجاد. يجب ايجاد السرعه اللي هي في سكوير وذلك لحساب الايه؟ فلازم تبقى فاهم انت بتجيب السرعه ليه؟ عشان تحسب مين؟ ايه؟ كم يجب رسم فري باك دايجرام لايجاد فري باك دايجرام هتحسبه ايه؟ ال اف ان. اربعه عشان اعرف اعمل مين؟ سيجما اف ان. فهمت كده؟ طيب ده عظيم. تعالى بقى كده اشتغل كده. يلا يا جماعه الفري بارد ده الكلام ده مش هاخد مني ثانيه اهو ده الصفحه بتاعه دي نقطه مين اللي فوق دي؟ بي بي ولا الزاويه دي؟ بتاعت ماشي ولا الجزء ده؟ عايز اقول لكم اسم الفري بارد ده الكلام ده ليه فرصه متاثره على الويت يلا في الويت في الويت يبقى هو ام جي بيرو ها مين تاني؟ نورمال رياكشن ده مين؟ رياكشن رد الفعل رد الفعل حط ازاي؟ عمود على التنس عمود على التنس طبعا طبعا صح رد الفعل ده طبعا مشكله وما دام طبعا عمودي كده يبقى عمودي على التنس ده وهسميه ايه؟ هسميه بيرو. في حاجه تاني؟ صح مش رياكشن مش عايز كده؟ وزيرو سمعت ثواني ها؟ طبعا لو زيرو سمعت ثواني ها؟ هل في مشكلة كبيرة لو أنا استخدمت أو قطعت 10 مرات؟ لا. هل الموضوع يعمل لك أزمة نفسية؟ عادي يعني تبقى 10 مرات وتشيل دي؟ لا. لا. وأنا استخدمت في بارد ديجرامي عشان أجيب سيجما فان. أجيب سيجما فان. بالنسبة لي إيه؟ أوكي. هنا بقى فكرت تاني إيه مشكلتي؟ بي سكوير الناس معايا صح؟ الرو معايا يبقى انا مشكلتي في الحياه عامل بي سكوير نحسب ازاي؟ شوب شوب
قانون الشغل. انا عايز اجيب الفي هنا. قانون الشغل. وعندي الفي عندي الفي بقى. انا معايا الفي فين؟ عندي بي. عندي بي. يبقى اكتب بقى. قانون الشغل. ولا حساب بسرعه. يتم تطبيق قانون الطاقه. تمام؟ نقطه بي والواقع دي. يلا عشان تعطي مليون. هتساوي سيجما الفورس يعني ايه؟ عايز حد يبص على السيجما ده يبقى كل المستنتجات
كان اللي هو كان ده القصر هو عندي علامات هو ده بطلاف. طب لما اجي اعمل سيجما فوكس في اتجاه اليمين مين هيتاح مين ومين هيتاح السالب؟ الار موجب حسب ما انا حاسب اللي هو بره موجب ولا اللي جوه موجب؟ اللي بره موجب اللي ناحيه السنتر سالب ولا حسب ما انا حاسب حسب اللي ناحيه السنتر سالب هو ار ومينس ام جي هو اتجاه اليمين يبقى فيه اللي هو يا جماعه هو اللي بيتاخد مين بقى؟ حد يكمل المعادلة دي أساسا على شكل R as a function صح؟ ليه؟ هل ودي الـ R دي هتلاقي شمال ودي الناس دي كلها ناحية تانية عشان تغيروا لها كتير تعرف معادلة طويلة عريضة كلها نص صح؟ بس يبقى احنا ممكن توصلها على شكل زي ما انت عارف صح صح انت رد وسهل كده function في الزاوية دي صحيح شايف كده؟ ليه؟ علشان يبقى معاك information
تعوض فيها. النقطة دي مهمة جدا. اكتب عندك النقطة دي. لا يمكن ايجاد مجرد طرح الكرة للخط الا اذا تم حل المسألة بالكامل عن توقع عام من قوسين تيتا. مفهومة ولا لا؟ ها يا شباب؟ اوكي؟ كمل؟ هل صوتي بس؟ هتكتب الامر دي؟ ايه المفهوم الوحيد اللي عندي؟ تيتا. لا يكون فيها تيتا يعني. حد في اي مشكلة؟ طب لو ممكن لازم تتفرج على الصور ده؟ هي معلش بس كده. لو جه الامر طيب. هي مش هتقول لك الكورة مشيت كده. وجت النقطة دي فاهم الصح ولا لا؟ هو المسار الأصفر ده مساري. وجه طيب. طيب. اللي فيه المسألة من أولها أنا عايز مطلوب يا سيدي. طبعاً إيه؟ أسبوع فينا كان نتعامل بس في المسائل. مثلاً هنا كان مطلوب. واحد. اللي هو ايه؟ فكر تجيب اكبر المسافه من هنا لحد هنا. خد المسافه دي اسمع هتعمل ايه؟ لازم تحل المسافه الاول بدلاله مين؟ ها؟ سيتا. لحد ما توصل لمين؟ بتاع ده. بعد ما توصل بتاع ده هتعمل ايه؟ حط الارض زيرو وتجيب سيتا. حط الارض كام؟ زيرو. زيرو عشان تعرف تجيب مين؟ سيتا. ماشي؟ هتجيب تزود السبب بتاع ده. طب طبقة طبقة قانون الشغل كده عند النقطة الجديدة النقطة السيتا النقطة السيتا عند النقطة صح؟ يبقى عندها قانون الشغل النقطة دي اللي هي في الحياة؟ النقطة بتاعتها كام؟